ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة وكل إعادة فيها إفادة، خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين كي جاهم المقترح القانوني اللي حط وزير العدل عبد الطيف وهبي، قال لك عقوبة الحبسية غنوليو نخلصوا على الفلوس، ديرك أحلى زحلة وخلص الفلوس، لأنه قال لك الحباسات عمرو، يعني من داك بوا لاباس عليه كيقري في كندا، بوا لاباس عليه غيخلص عليه العقوبة الحبسية. أجوا معايا نشوفوا الرأي ديال المواطنين. واركد المقترح الجديد القانوني اللي حط عبد الطيف وهبي وزير العدل بأن مثلا ديك العقوبة الحبسية تولي تخلص عليها فلوس، مثلا أنا ضربتك حكموا عليا بعام ديال الحبس نمشي نخلصها فلوس وما ندوش الحبس. لا أنا في نظري لا، ما نبغيهاش، اللي دار شي عقوبة يسال، اللي دار الدرب يسال العقوبة، اللي دار الدرب يسال العقوبة. بحال انا نضربك واش تجيو البوليس يشدوني ومشي عند المحكمه ويحكموا عليا بعام ولا بعامين، نعطي الفلوس ونخرج ولا ما يمكنش، ما غاديش تبقى التربيه، ما تبقاش التربيه، ما تبقاش التربيه، هذا الحبس هو اللي كيربي بنادم. ما بغيناش الاجرام هذا، راه باقي خص العباد، الحكومه اللي طلعت بغيناها تقلب، ما بغيناهاش لا اخنوش ولا كل شيء، ما كاين والو. احنا كنطالبوا، احنا ضعنا وجعنا وما خدمناش، واللي خلي ولا الحبس يتشرى راه نقتلو مشيت انا نشريه. يعني شي واحد مثلا ضرب شي واحد يتعاقب؟ لا هو قال لك يعطي الفلوس في بلاصه يدخل الحبس يعطي يشري الحبس ديالو. لا هادشي ما كاينش في القانون كاع، هادشي قال لكم كان في القانون غنديروه هنا كاملين، نرجع حنا نضربو ونخلصو الفلوس. حتى حنا نضربو ونخلصو الفلوس. ما عنديش مشكل، دابا نجيبو دابا نضربو لك ونخلصت الفلوس، عندي 40000 خاصني نحط عليك، ولكن هادشي راه خصو بكل شيء. يعني تشري الحبس ديالك ب 40000؟ يعني خصو، ما خصيش يكون هادشي. لك انا خويا وزير العدل نقول لك اخويا هادشي راه ما خدامش، هادشي اللي تديروه بحال هكا يعني هادشي راه ما كاينش في المغرب كاع، هادشي اللي بغيتي ديروه بشي بلاصه اخرى يعني هنا المغرب راه خص يكون محترم. شي دوله اخرى، شي دوله اخرى، ولكن هنايا صعيبه على المغرب خصنا نزيد به الدراب، وباش تقول لي اللي تضرب ويمشي يحط عليه فلوس، يعني حنا غنولوا نضربوا ونحطوا الفلوس، ما عندناش المشكل. وبغى يدير وزير العدل بغى يدير كعقوبه بديله، ولكن هذه راه غادي تشجع الجريمه، لان الناس اللي لاباس عليهم غادي يرتكبوا الجريمه، غادي يعود يدير اي حاجه، غيكثر النصب، غيكثر الفساد، غيكثر السرقات، غيكثر كل شيء، ويخلصها فلوس، ويخلص يعني غيشجع. يعني ديرك احلى زحله وخلص الفلوس. شي اللي كاين، الله سبحانه وتعالى اش كيقول في القران؟ ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. يعني ملي كان مثلا السعوديه كيطبقوا القطع على دوك العصابات وداك الشيء اللي كيسطوا على كيديو املاك الناس وهذاك. ملي نقطعوا الواحد يديه كنربحوا مجتمع، ولكم في القصاص حياه. يعني حياة المجتمع ملي كنطبقوا الواحد عليه، انا كنظن هاد العقوبه غادي تزيد، هاد الاقتراح ديال وزير العدل غادي يزيد في تفاقم الجريمه وغادي يكثر. دابا حاليا دابا العقوبه الحبسيه ما اصبحت غير رادعه، اما حساك ملي نحيدوا العقوبه الحبسيه ملي تعود تخلص فلوس راه غادي تكثر الاجرام بكثر. والعقوبه اللي دارت اصلا لردع الجاني ولارضاء المجني عليه،